بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العنبوذي رحمه الله تعالى في نظم الورقات: قال التقصير والشرف العملي طيب العجز والتقصير والتفريط طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة هذا النظم، نظم الورقات، وسيذكر بإذن الله تعالى أولا لماذا ندرس النظم ولا ندرس النثر. من يعرف إخوانا لماذا ندرس النظم ولا ندرس النثر؟ الأصل أننا نبدأ في أصول الفقه، أول ما نبدأ بالأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الآن التعريف لابد أن تضبط كما ذكرها العلماء. أنت طالب، والطالب لابد يضبط التعريف التي ذكرها العلماء. مثال الآن، تعريف توحيد الأسماء والصفات، ماذا تقول؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات خطأ. تقول التعريف الذي ذكر العلماء، تقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لو قلت في التعريف من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تشبيه، التعريف خطأ. لماذا لم يعرف هكذا العلماء؟ وسيأتي لماذا قالوا من غير تمثيل، لأن هذا الذي جاء في القرآن. مفهوم؟ طيب، إذن النظم يأتي بعد دراسة كتاب الأصول من علم الأصول حتى تضبط التعاريف كما هي، ثم يأتي النظم يراجع لك، وبعد هذا لا ترجع للأصول من علم الأصول، ترجع للنظم. والنظم أسهل دائما في المراجعة والقراءة، يعني قد لا يأخذ معك أحيانا 5 دقائق، أما عندما تقرأ الأصول من علم الأصول يأخذ معك وقت طويل. مفهوم؟ نعم. وهذا يكون ولا بد أين؟ في العقيدة. يعني لا يصح أن يبدأ بسلم الوصول في التوحيد والعقيدة، لا، يبدأ بالأصول 3، قواعد 4، كتاب التوحيد، عقيدة واسطية، ثم ينتقل إلى السلم. لأنه لا يمكن تأتي وتريد تنكر على مخالف مثلا لأنه يضع الرايات على القبور وكذا، تقول له فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. قال يا أخي تنكر علي بدليل من الكتاب والسنة، هذا معتقد. مفهوم الشيخ؟ نعم. إذن لابد أن نسير على الطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه. إذن نبدأ أولا بالأصول من علم الأصول، ثم بعد هذا بالنظم حتى يراجع النظم ما درسنا في هذا النثر. مفهوم؟ نعم. هذا الإمام العمريطي رحمه الله تعالى عرف بالنظم، يعني تخصص النظم، نظم الورقات لإمام الحرمين، وكذلك نظم مذهب الإمام الشافعي، لأنه شافعي المذهب على ما سيأتي بإذن الله تعالى، وأيضا نظم متن الآجرومية. يقول ونظمه جميل جدا، يعني في العادة يعني نظم أحيانا تجد بعض المنظومات فيها صعوبة وبعضها فيها سهولة، وهذا تخصص النظم. قال في نظم الأجرومية: قال الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه، فمن عظيم شأنه لم تحوه، فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت بالحان في الألحان. ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب، من أتقن القرآن بالإعراب. وبعد: فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر، وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي. لماذا؟ كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني، والنحو أولى أولا أن يعلم. لا، التوحيد، إذ الكلام دونه لن يفهم. نظم جميل جدا.
في مثلا في الأفعال الخمسة، قال بيفعلان تفعلان أنتما، ويفعلون تفعلون معهما، وتفعلين ترحمين حالي، واشتهرت بالخمسة الأفعال. فإخواننا النظم يجعل الإنسان يعني يراجع يضبط، لكن بعد دراسة النثر. نعم، قال بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هو متواضع رحمه الله، وقال الفقير الشرف العمريطي، واعترف بعجزي وتفريطي، ولابد على ما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا أردت أن تسعد وتسير على الطريق المستقيم تتهم نفسك، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يقول تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستحيل، وقل يا نفس ما هو كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل، لا يمكن، وكل ما بها للنفس من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطلب علم، فتلك مواهب الرب الجليل. تظن دائما بنفسك التفريط والتقصير. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر عندي الأصول للورى وأشرى. هذا فيه براعة استهلال، يعني حمد الله لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المنزل، اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعلماء السلف رحمهم الله. علم الأصول للورى وأشهر، يقول هذا العلم واضح. نعم، مشتهر عند العلماء. نعم، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له اقتداء بالونا. إذن أول من وضع هذا العلم هو الإمام الشافعي، صح أم خطأ؟ أول من وضع هذا العلم هو الإمام الشافعي، صح أم خطأ؟ خطأ. العلم موجود من قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، نعم، لكن أول من جمع فيه وألف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله. علم النحو موجود من قبل أبو الأسود، ومن قبل يعني عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لكن أول من كتب فيه يقول أبو الأسود مثلا. نعم، إذن هذا العلم موجود، والصحابة رضي الله عنهم كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا أن هذا عام وهذا خاص وكذا، مفهوم؟ إذن أول من وضع هذا العلم نقول لا، أول من جمع فيه وألف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. نعم، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. نعم، مثال الآن عندنا نواقض الإسلام، يقال أن أول من ألف فيه هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن جميع الأئمة يذكر نواقض الإسلام. راجع كتب الفقهاء، تجد في كل كتاب ذكر فيه الفقهاء في باب حكم المرتد يذكر أشياء يكون بها الإنسان نسأل العافية والسلامة مرتد، وهذه هي نواقض الإسلام أصلا، مفهوم؟ لكن أول من أفرد التأليف في هذه الأشياء هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذا هذا معروف عند العلماء، كما ألف الفقهاء مثلا في مبطلات الصلاة نواقض الوضوء، لكن من أفرد مؤلف مستقل لا يقال عنه أنه هو الذي يعني أحدث هذا، هذا موجود. نعم، وتابعته الناس، يعني هو أول من ألف في هذا الباب. نعم، وجمع في هذا الباب. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمين. نعم، الورقات لإمام الحرمين، نعم، رحمه الله تعالى. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. هو قال في أول الورقات إمام الحرمين، قال هذه ورقات فسمي بالورقات، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: فلم أجد مما سئلت مدة وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا. هذا سبب التأليف، لأنه ينظم العمريطي رحمه الله تعالى، فسأل الإنسان قال لو تنظم لنا هذه الورقات لأنها صعبة، قال فاستعنت بالله، وهذا سألني سائل فأردت أن أجيب هذا السائل. نعم،
من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. نعم، سأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني، اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: تأملت الدعاء وجدت أن أفضل الدعاء في القرآن، وجدت أن أفضل وأجمع دعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. نعم، ثم طلب العون من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب أصول الفقه. لا بقي بيت. من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. في بعض النسخ يوجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، موجود عندك؟ لا، ادخل في الشرح في الحاشية، موجود؟ في أحد لديه نسخة فيها الصلاة على طه؟ قال هو غير موجود. طيب، في بعض النسخ يوجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض النسخ، نعم، وذكر سبب التأليف ودعا الله سبحانه وتعالى الإعانة، وأيضا ذكر أول من جمع في هذا الفن، مفهوم؟ نعم. الآن إذا هذه مقدمة، انتهينا من المقدمة، لماذا ندرس النظم، لماذا كذا، لماذا كتب هذا النظم، الآن ندخل في الكتاب، مفهوم؟ طيب، نعم. قال رحمه الله: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظ اللقب بالفن من جزئين قد تركبا. نعم، هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، قال خذ الآن القول فيه والكلام فيه أصول الفقه. أولا، لماذا ندرس أصول الفقه؟ لو قال لنا قائل: لماذا ندرس أصول الفقه؟ أصول الفقه هذا العلم من علم الكلام ولا يصلح، ولم يأتي شيء فيه، فلا من كتاب ولا سنة. مثلا لو قال لك قائل: إيش تقول؟ ها أخوان، سبحان الله، جئت للدراسة الآن، ممكن يأتيك شيطان من الشياطين ويقول لك هذا الكلام، إيش تصنع؟ أنا رددت الآن شيء من الرد. أولا نقول: نحن لا نسمع إلا لمن؟ إلا للعلماء الربانيين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا العلم مثل علم النحو الآن الذي لا يعرف علم النحو، لو قرأ: ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، مفهوم؟ طيب، إذا كان لا يعرف علم النحو، لا يعرف الضارب من المضروب، صحيح أم لا؟ أي نعم. فعلم أنه حتى تعرف معنى الكلام، وكذلك هذا علم الأصول كذلك. يعني الآن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، نقول هذا اللفظ، هذا الحديث يدل على العموم. العموم من أين أخذناه؟ من علم الأصول. وقال عندنا في علم الأصول: كل هي أم الباب، وبهذا نفهم الكلام. نعم، دخل شيء من علم الكلام في هذا العلم،